يا ابطال واهلا وسهلا بيكم معانا النهارده وفيديو جديد للعبه روبلوكس. وطبعا يا شباب النهارده نازلين معاكم ماب خرافيه جدا في لعبه روبلوكس. بس قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، ولو ما كنتوش مشتركين معانا في القناه تنزل تحت دلوقتي وتشترك معانا في القناه علشان يوصلك فيديوهات كتيره. طبعا يا شباب النهارده نازلين ماب الانيمال. طبعا ممكن اي حد فينا يخش يختار الشخصيه اللي هو نفسه فيها من كل الحيوانات اللي موجوده هنا. زي ما انتم متعودين نازل معاكم انا وسوبر ميزو وسوبر نوزر. هتختار ايه يا نوزر؟ اوه بص انا بقيت ايه بقى، شكل خرافي. ثواني كده نجرب الاداء بتاعنا هيبقى عامل ازاي. انت رحت فين يا موزة؟ ايوه انا عارف انت النمر. انا بقيت بص مش عارف ايه ده، هو ايه ده، كلب ده ولا ايه ده؟ ده اسد بس شكله غريب خالص. ايوه انا عندي السفينه، هتجيلي؟ اوكي يا برنس انا مستنيك عبال ما اكتشف شويه حاجات. ايه ده، ده انا ممكن نقعد وممكن نقف وممكن نعمل حاجات كتير. ايه ده، ده في واحد بيضربني. تعالوا انقذوني يا ابطال. تعالى يلا تعالى يلا خد يلا تعالى 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 تعالى. طبعا يا شباب بنحاول ان احنا ندافع عن نفسنا هنا. ايه ده، انا بضرب ميزو ده ولا ايه؟ ده نزر يا عم، انت بتضربني يا نزر ليه؟ انت مش عارف شكلي ايه؟ هي نزر؟ انت القرص بتاعك نقص؟ يا طبعا يا شباب احنا متحولين لشخصيه غريبه جدا، بس هنعمل ايه، لازم نبقى اقوياء. يبي اضرب يا عم ميزو. تعالى تعالى تعالى، ايه الديب الصغير ده؟ صباح الخربشه. طبعا احنا تحولنا للحيوانات وعمالين ايه نقضي على كل الناس اللي موجودين معانا. تعالى 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 تعالى. الواحد شكله غريب خالص. خد يلا. ايه ده، انا هنصر. ايه ده، نصر عم يضرب فيك؟ انت رحت فين طيب؟ احلى نمر ده ولا ايه؟ لا بس انا شكلي غريب خالص، حتى الالوان بتاعتي شكلها عجيب. هتلاقي واحد نمره قاعد كده باللون الاحمر. اصلا المكان اللي انا قاعد فيه ما فيهوش حد كتير. طب تعالى هتلاقي واحد قاعد عند. ايوه 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 جاي لك وانا وراك شايفني بموت اهو. بص انا لوني عامل ازاي. رايك يا ميزو يا ملك الغابه؟ انت عامل زي سيمبا. يا سيمبا لازم نرجع نحمي الارض بتاعتنا من، كان اسمه سكار صح؟ سكار هو اللي أبوتنا وبوظ الأرض كلها وعايز الضباع تيجي تعيش معانا هنا في الغابة بتاعتنا. لازم نعمل أي حاجة يا سيمبا. ماشي يلا بينا نروح ننقذ الغابة. أنا ملك، أنا ملك الغابة مش سيمبا. طب يلا يا ملك الغابة نروح ننقذ الغابة من الوحوش والضباع. يلا اجري يا عم ميزو. تعالى الضباع هم هندخلكم بيوتكم. يا يا تعالوا تعالوا يا ضباع. ايه ده اللي حصل لي؟ قضوا عليا. ثواني اجيب شخصيه ثانيه واجي لك. موتوك انت كمان؟ انا هجيب شخصيه النمله برضه. ماشي وانا هجرب اجيب شخصيه ثانيه. انا هجيب شخصيه النمله. تعالى نجرب يا اصدقائي شخصيه الاسد. يا انا بقيت الاسد يا معلم، تعالى انا جنبك اهو. انا عندي التانك برضه. عندي ايه؟ عندي الوسط اللي في التانك. الشجره اللي فيها تلج؟ اوكي انا وراك اهو شايفني؟ هتلاقي اسد كده جاي جد اهو. ايوه ده انت اسد؟ ايوه انا الاسد. انا ملك الغابه. ازيك يا نمر عامل ايه؟ انا ملك الغابه. عايزين نشوف البلد هنا مالها فيها ايه ونحل المشاكل اللي موجوده هنا كلها. بس ممكن نعمل حركات، نقعد ونقف واديله وارقص ارقص. بص الاسد بيرقص، شايف القعده بتاعته شكلها غريب. قاعد ايه معلم؟ اقعد يا معلم اقعد يا معلم ما تتكسفش. تعال نروح نشوف نزل فين وناكله. لسه مش نزلت؟ يلا يا ميزو تعالى، تعالى نروح نقضي على العيال السوسه اللي معانا دول، نعلمهم الادب. طبعا انت بدور النمر وانا بدور الاسد يا برنس. اديله اضرب، بص كانه بيضرب بالقلم. اوه ده انا بزحلق. انت شايفني في بطنك؟ تعالى 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 تعالى، ده في عيال هنا. خد يلا خد يلا. بابا ايوه شايف. بطل شايفني بطنك؟ طب الحقني، ده انا مت من اول خبطه. ايه يا عم ده؟ ينفع اللي حصل ده؟ وربنا ما ينفع. تعال نجرب ده يا اصدقاء، يلا بينا. ايه الشكل العجيب ده؟ اوه الزنه في الميه. ايه نزل مالك؟ اه ايه يا نزل؟ فانت من هنا ها ها. انت استخسي يعني يا نزل؟ الاسد الاسود؟ باصت لك اهو يا معلم. ايوه ايوه شفته جامد. انا الطاقه بتاعتي قلت جدا. بس بقى انا قاعد مسالم، هما اللي ايه عمالين عايزين يرازوا فيا.
لا بس الغابة دي جميلة. نط يا عم ميزو، اديله 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 اديله. الله عليك يا عم الاسد، بس شكلنا فظيع يا جماعه. عندنا هنا اسنان وشكل خرافي جدا. طبعا يا شباب انا واقف معاكم لغايه هنا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنزلوا تحت دلوقتي تشتركوا معانا في القناه. مع السلامه احلى اصحاب.